استاذ. شكرا جزيلا لحضورك يا استاذ يونس. اريد اسالك استعدادات الفريق العماني خصوصا في مباراه الاولى العمان تعادل ويا المنتخب الوطني العراقي، استعدادات لهي المباراه شلون، شنو توقعاتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مشكورين جزاكم الله خير. توقعاتي ان منتخبنا راح يحقق انتصار، ولا بد من الانتصار من 3 نقاط حتى ان نبتعد عن الحسابات كليا في اخر الجولات. فاتوقع المنتخب مهيئ لانه بيلعب بصلاح الاحياء احد افضل اللاعبين في خط الوسط اليوم مع غياب لاعب المدافع امجد الحارثي. المناخ البصري يتاثر على المنتخب العماني خصوصا اليوم جو بارد ومطر، والله بدك تلبس الجاكيت ترى ما تعودنا على هذه الاجواء، لكن اتوقع انه يعني اجواء جميله ومناسبه فانه نشاهد مباراه طيبه ان شاء الله بين الفريقين. شكرا جزيلا، ممنون لحضورك ويانا، تفضل اخذ راحتك.